يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم غاية في الأهمية، العديد والعديد من الأخبار هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة، سواء فيما يتعلق بالأخبار المحلية وكمان كل ما يتعلق بالأخبار العالمية، لكن الأهم دايما بالنسبة لنا كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي هيكون معانا تحديدا في أولى فقرات البرنامج، والتفاصيل المفصلة الخاصة بفرقتنا، فرقة النادي الأهلي فريق الأول لكرة القدم واستعداداته للمباراة المقبلة أمام فريق بيراميدز. كمان عندها تفاصيل مهمة جدا بتتعلق بمنتخبنا الوطني لكرة اليد، واللي في الحقيقة في مهمة غاية في الأهمية والصعوبة، وكلنا وراهم رجالتنا في كرة اليد، وإن شاء الله بإذن الله يفرحونا كمان من خلال مباراة النهاردة القوية والصعبة جدا أمام منتخب سلوفينيا، عشان من خلالها إن شاء الله بإذن الله منتخبنا يتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تقام في بلدنا الحبيبة مصر. فبالتالي تفاصيل كتيرة جدا هتكون على مدار حلقة اليوم، لكن أيضا المهم دايما بالنسبة لنا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، وسؤال حلقة النهاردة بيتعلق بمنتخب مصر لكرة اليد وتوقعات حضراتكم لمباراته النهاردة أمام سلوفينيا. هناخد توقعات حضراتكم من خلال الصفحات المختلفة لقناة النادي الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الفريق الأول يبدأ الاستعداد لبيراميدز. الترند المحلي، منتخب اليد أمام سلوفينيا في مباراة التأهل بإذن الله. أما في الترند العالمي، كلوب تجديد عقد صلاح لن يؤثر على مستوى. طيب في ماتشات كتير جدا النهاردة في مختلف الدوريات العالمية وكمان الدوري المحلي الدوري المصري. خلينا نبتدي بالدوري المصري. النهاردة كان في ماتشين اتلعبوا في تمام الساعة 2:30 ظهرا وخلصوا طبعا، فالجونة استطاع ان هو يفوز على وادي دجلة بنتيجة 2-0 عشان يواصل انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري مع الكابتن رضا شحاتة المدير الفني. كمان امبي فاز مباراة مثيرة جدا جدا على البنك الاهلي بنتيجة 3-2، مباراة كانت قوية جدا. اما كمان الدوري الاسباني في عدد من المباريات، اوساسونا لعب او بيلعب في هذه اللحظات مع غرناطة، مباراة ابتدت الساعة 3 العصر والنتيجة تقدم اوساسونا 3-1. إليتشي مع برشلونة، مباراة هتبتدي كمان ربع ساعة من دلوقتي، بعد ربع ساعة من دلوقتي تحديدا. وسيلتا فيجو هيلعب مع إيبار الساعة 7:30 مساء. وآخر مباريات اليوم في الدوري الأسباني هتكون ما بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا الساعة 10 بالليل، مباراة هتكون غاية في القوة بكل تأكيد. الدوري الإيطالي عدد من المباريات أيضا بتلعب وسوف تلعب على مدار اليوم النهاردة. نبتدي بيوفنتوس مع بولونيا، دي مباراة ابتدت الساعة 1:30 وانتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-0 عشان يستعيد توازنه في بطولة الدوري الإيطالي، لكن المنافسة لسه فيها كلام مع إنتر ومع ميلان. كمان جنوا مع كالياري، مباراة ابتدت الساعة 4 ولسه شغالة لحد دلوقتي، تقدم جنوا بنتيجة 1-0. هيلاس فيرونا مع نابولي، مباراة أيضا ابتدت الساعة 4 ومستمرة حتى الآن، تعادل إيجابي 1-1 بين الفرقتين. أما الساعة 7 مساء فمباراة لاتسيو مع ساسولو، والساعة 10 إلا ربع بالليل هتكون مباراة بارما وسامبادوريا، دي آخر مباريات اليوم في الدوري الإيطالي. مباريات اليوم كمان في كأس الاتحاد الإنجليزي، مباريات مهمة جدا. تشيلسي ابتدى مباراته النهاردة أو ابتدى مباريات اليوم من خلال مواجهته لليتون تاون، ودي كانت في تمام الساعة الثانية ظهرا وانتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 3-1. مستوى مش ثابت تشيلسي مع لامبرد، وفي كلام كتير جدا على رحيل لامبرد عن القيادة الفنية، هنشوف خلال الفترة اللي جاية. فولام بيلعب في هذه اللحظات مع بيرنلي، ونفس الكلام التعادل طبعا سلبي، نفس الكلام بيحصل دلوقتي ما بين بيرنفورد مع ليستر سيتي، دي مباراة متأخر فيها ليستر سيتي بهدف للا شيء، دي مفاجأة حتى الآن، لكن المباراة لسه ما خلصتش. والنهارده الساعة 7 كمان في كأس الاتحاد الإنجليزي، مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، قمة إنجليزية قوية جدا وتحديدا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ربما ما يشاركش صلاح بالشكل الأساسي لكن هنشوف اللي هيحصل. الساعة 10 بالليل إيفرتون مع شيفيلد وينزداي في آخر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم. طيب تعالوا بقى نروح لكأس العالم لكرة اليد، ومباريات كلها هامة وحاسمة جدا جدا جدا. نبتدي بيلاروسيا مع مقدونيا الشمالية، ودي مجموعة منتخبنا الوطني، دي مباراة ابتدت الساعة 4:30 وشغالة لحد دلوقتي. الجزائر مع سويسرا برضو ابتدت 4:30، والمغرب وتشيلي مباراة ابتدت في نفس التوقيت.
اما الساعه 7 مساء ففي ثلاث مباريات هامه، سلوفينيا ومصر، ودي اهم مباراه بالنسبه لنا. كل التوفيق والدعوات لمنتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله يتخطى هذه العقبه ويوصل لدور الثمانيه. كوريا الجنوبيه مع النمسا، ايسلندا مع النرويج، كل دي مباريات الساعه 7. الساعه 9 ونص في ماتشين، الاتحاد الروسي مع السويد والبرتغال مع فرنسا الساعه ايضا 9 ونصف. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. دي اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف اللعبات، تحديدا كرة القدم وكأس العالم لكرة اليد. لكن التفاصيل اللي تتعلق بالنادي الأهلي وآخر استعداداته للمباراة المقبلة أمام بيراميدز، هذه المباراة الهامة جدا على مختلف الأصعدة، سواء فيما يتعلق بالمنافسة على بطولة الدوري العام أو كمان فيما يتعلق باستعدادات النادي الأهلي لكأس العالم للأندية. تفاصيل كتير جدا عن هذه المباراة وعن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم هتكون معنا بعد فاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. عاد الاهلي لصداره بطوله الدوري بشكل سريع جدا جدا في الحقيقه، بعد تعادل النادي الزمالك بالامس مع فريق اسوان بنتيجه سلبيه، فبالتالي الاهلي بيتصدر الترتيب برصيد 20 نقطه بالتساوي مع نادي الزمالك، لكن افضليه النادي الاهلي في اهدافه الكثيره هذا الموسم. لكن الاهم والاكثر اهميه، حتى لو انت رجعت بسرعه لصداره الدوري ومكانك الطبيعي واللي متعود عليه دايما جمهورك، لازم جدا انك تحافظ على هذه الصدارة حتى لو بشكل مؤقت قبل ما تسافر لكأس العالم للأندية. هتحافظ ازاي؟ انك بإذن الله واحد احد تكسب بيراميدز في مباراة بعد بكرة ان شاء الله تعالى، المباراة اللي هتلعب في استاد الدفاع الجوي الساعة 7 ونصف مساء. مباراة غاية في القوة، غاية في الندية، ليها حسابات كثيرة جدا جدا كلنا مدركينها وعارفينها بشكل كبير قوي. مباراة صعبة مفيش اتنين يختلفوا على كده. بيراميدز عندهم عناصر مميزة في الحقيقة، فرقة قوية حتى لو مستواهم مذبذب بشكل كبير جدا في بطولة الدوري، بيتعرضوا لتعادلات كثيرة، انتصارات قليلة، لكن في كل الأحوال هما بيبقى أحد أهدافهم الرئيسية، عشان نبقى متفقين، اللي بيشتغلوا عليه كله إن هما يكسبوا الأهلي. هما كلهم يعني هناك دماغهم إن أنت، أنا بجيب تعاقدات وبعمل كل حاجة، ممكن الحظ يساعدني إن أنا أنافس على الدوري، وده مش واضح لحد دلوقتي، لكن الهدف الرئيسي إن هما يعملوا إيه؟ إن هما يكسبوا النادي الأهلي، هو ده هدفهم الأساسي. فإحنا مش عايزين نديهم الفرصة دي بإذن الله يعني، من خلال إيه؟ من خلال لاعبتنا الرجاله، لاعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني المميز والمحترم، وان شاء الله باذن الله نشوف اداء جيد من النادي الاهلي، والاهم من الاداء النتيجه، لان انت كمان بعد هذه المباراه مهمه قوي قوي معنويا تكون فايق قبل بطوله كاس العالم للانديه. بطوله مهمه عندنا فيها بعض التمنيات والاحلام، ليه لا؟ من حقنا جدا ان احنا نحلم، حتى لو انت ممكن تقابل بايرن وكلام من ده، طبعا هتبقى في صعوبه كبيره في تخطي بايرن، ده امر مسلم بيه يعني، لكن في كل الاحوال هتحاول، وهي كره القدم في الاول وفي الاخر. لكن برضو لازم ناكد على حضراتكم وناكد على بعضنا ان احنا بناخد كل مباراه خطوه بخطوه. اول مباراه عندك بيراميدز، لما هتروح للدحيل هو ده كاس العالم بالنسبه لك، مباراه الدحيل بس، فبالتالي انت هتلعب على انك تلعب مباراه الدحيل دي وتكسبها، مش هتفكر في بايرن، لو فكرت في بايرن ممكن تخسر، فبالتالي النتائج مش هتبقى بالشكل المطلوب. فريق الدحيل فريق قوي جدا، لكن انا مش عايز اروح لكاس العالم بدري بدري، عندنا كواليس كتير جدا هتكون في بطوله كاس العالم للانديه، لكن بالتحديد بعد ما ننتهي من المهمه الاهم حاليا وهي مباراه بيراميدز باذن الله تعالى. الاهلي بيستعد بكل قوه، اللاعبين جاهزين بشكل كبير، بعض الاصابات عادت ابرزهم بدر بنون، وهنطمن بشكل اكبر من زمايلنا بعد قليل. لكن انا عايز اطمن حضراتكم كمان ان النهارده كان في مسحه، دي طبعا في البدايه لقطات من مران الاهلي اليوم، لقطات مهمه جدا وبدايه النادي الاهلي الاستعداد لمباراه بيراميدز. احنا عارفين الاهلي كان راحه 48 ساعه بعد انتهاء مباراه المقاولين يوم الخميس اللي فات، فخدنا الجمعه والسبت كانوا راحه بالنسبه للاعبين، والنهارده وبكره بس استعدادات النادي الاهلي لمباراه بيراميدز اللي هتكون بعد بكره. الفريق عمل مسحه طبيه النهارده، البي سي ار، عشان ده طبقا للبروتوكول الطبي الموضوع من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وان شاء الله النتيجه بتاعت المسحه تطلع بالليل او بكره باذن الله قبل المباراه اللي هتكون بعد بكره. فبالتالي خليني اطمن بشكل اكبر على كل ما يتعلق بالفريق واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراة بيراميدز من خلال زميلنا العزيز كريم أحمد، مراسل قناة الأهلي المتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، واللي بكل تأكيد تابع مران اليوم ويتابع المران حتى الآن، لأن المران لسه ما انتهاش. يا كريم مساء الخير عليك.
مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه وكل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يعني بدات الاستعدادات الخاصه لمباراه بيراميدز والنادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاثاء يا رب ان شاء الله باذن الله، مع التركيز الكبير واصرار لعيبه النادي الاهلي. وممكن المباراه الاخيره كان ليها دفعه كبيره جدا امير فعلا، يعني روح الفانيله الحمراء ما بتكون متواجده والتركيز ما بيكون متواجد، النادي الاهلي بيكون في حته ثاني مهما كان المنافس ومهما كان الخصم اللي بيقابل النادي الاهلي. بالجديه والاصرار وشخصيه البطل النادي الاهلي بيقدر ان هو يحقق كل النقاط وكل المباريات القادمه. استعدادات مكثفه لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي بدا النهارده امير محاضره فنيه 40 دقيقه بدات طبعا النهارده المحاضره الفنيه بالتاكيد على اهميه هذه المباراه. الراجل يمكن يتكلم نظري وبيطبق عملي في التدريب، النظري كله طبعا بعض الاخطاء كانت موجوده، بعض التمركزات كانت خاطئه بشكل كبير جدا، الراجل اكد على هذا الامر. يمكن التكتلات الدفاعيه لابد ان احنا يكون معانا ليها حلول، وده الراجل كمان اتكلم عليه في المحاضره الفنيه. كمان تقارب الخطوط في امور عديده جدا، اكيد يمكن زي ما بنقول كل مره ان عندنا محللين اداء مميزين جدا سواء موسيما تلابا ويوشا ايضا كمان الوافد الجديد من جنوب افريقيا بيقوموا بدور كبير جدا مع بيتسو موسيماني في تحضير الفريق وايضا كمان عرض كل الثغرات ونقاط القوه الضعف لفريق بيراميدز. مباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه. عاد بقى لنا امير عدد من اللاعبين بنطمن عليهم النهارده وبنشوفهم النهارده في التدريبات، سواء بدر بنون واكرم توفيق كمان النهارده بيأدوا التدريبات بكل جديه وبكل قوه. تدريب النهارده بدا جزء بدني خفيف، لكن الجزء كله النهارده اللي شغال حتى هذه اللحظه جزء تكتيك وتقسيمه في منتصف الملعب. بيتسو موسيماني بيحاول ان هو يشرح الجمل التكتيكيه اللي هتطبق في مباراه بيراميدز. ايضا كمان بعض اللعيبه هنشوف ليها مهام مختلفه، كل الامور دي راجل شغال عليها الحقيقه في التدريب، وفي حماس كبير وفي جديه كبيره جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. يعني كان عندنا غيابات زي ما بنقول، رجع لنا وليد سليمان طبعا مستمر في التاهيل بتاعه، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله يعود من جديد مع فريق النادي الاهلي. انا بس يا كريم عايز يعني اكد على عايز اكد على بدر بنون واكرم توفيق من خلال متابعتك، هل هم لائقين وجاهزين للمباراه بنسبه 100% سواء من الجانب الطبي او الجانب الفني؟ بالتاكيد يا امير، يعني انا باكد على كلامك، جاهزيه فنيه وبدنيه كبيره جدا النهارده في التدريبات، بيشاركوا في التدريب بالكامل، يعني النهارده بداوا بدني وفي التقسيمه كمان دورهم كبير جدا. وكمان انت عارف يعني يمكن لو اتكلم على اكرم تحديدا عنده روح كبيره جدا وعارف طبعا يعني قيمه النادي الاهلي مهما يبعد عن التدريبات، لكن عنده الاصرار وعنده الجديه. وايضا كمان بدر بنون واحد من اللاعبين المميزين جدا طبعاً خلال الفتره اللي فاتت، ولسه كمان جمهور النادي الاهلي حط عليه امل كبير جدا ان هو يتالق اكتر من كده. كمان لعيب هادي ولعيب راسي تاقلم بشكل كبير جدا مع كل اللاعبين. عندنا توافد كبير جدا، ودي الميزه والحاجه الرائعه جدا ان احنا عندنا اكتر من لاعب في كل مركز، ودي يمكن بتحير المدير الفني شويه، لكن كلها فايده للعيبه النادي الاهلي وكلها فايده لمصلحه النادي الاهلي. ده اللي بنتمناه وده اللي بنتمناه ان شاء الله الفتره الجايه يكون كل اللاعبين على قدر المسؤوليه. كمان المسحه النهارده يا رب ان شاء الله يا امير ما يبقاش فيها اي نتائج تعوق فريق النادي الاهلي، لكن الامور الحمد لله ماشيه بشكل مطمئن وطيب جدا للفريق. النهارده يمكن خلاص اقدر اقول لك لحظات بسيطه وهينتهي التدريب الخاص بفريق النادي الاهلي، بكره يكون التدريب الاخير ايضا كمان في تمام الساعه 3 عصرا ومنها الى عسكر مغلق استعدادا لمباراه بيراميدز اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى تكاتف ومسانده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي فيها، وان شاء الله باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه تسعدنا بقى بشكل كبير، لان عندنا مرحله مهمه وهي مرحله كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله باذن الله نفنش الدوري بشكل كبير وشكل مميز جدا يطمئن كل جماهير النادي الاهلي، وينقصنا بقى التوفيق ان شاء الله في كاس العالم للانديه اللي بنتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي كالعاده تظهر بشكل مشرف جدا. وايضا كمان بقى التوفيق بتاع ربنا ده يا رب ان شاء الله يكون معانا، عندنا طموح وعندنا امل يا رب ناخد كاس العالم مش بعيد على النادي الاهلي، لكن بالجديه وبالاصرار ان شاء الله باذن الله امير كل الامور تكون معانا وتكون في صالحنا ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم. انا بس عايز اسالك سؤال فيما يتعلق ببعض اللقطات اللي انا كنت شفتها قبل الحلقه بخصوص تواجد احد اجهزه الاستشفاء الجديده اللي كانت موجوده في مقر الفريق النهارده بالتيتش، وهل الاجهزه دي هتكون مع الفريق كمان في كاس العالم؟ عايز تفاصيل اكتر في الجزئيه دي تحديدا يا كريم، انت كنت متواجد وعارف كل تفصيله صغيره. يمكن نقطة مهمة جدا ويمكن دي تخلينا نروح لمجلس الإدارة وتوفيره المناخ الطيب وكل العوامل اللي تساعد النادي الأهلي على النجاح. يمكن أنت عارف من فترة كبيرة أمير كان في جهاز ريكفري موجود، ويمكن جهاز عالمي ولعيبة النادي الأهلي أشادت بيه والكل يمكن أشاد بهذا الجهاز، لكن الجهاز الجديد ده يمكن الحقيقة مميز جدا، يعني يمكن جهاز تقدر تاخده وتسافر بيه، تقدر تروح بيه ماتشات، تقدر لما الماتش ينتهي تعمل ريكفري بيه، لو في أي كرامب عندك بسيط أو حاجة نص ساعة تقدر إن العضلة ترجع تاني لمكانها الطبيعي وتقدر لحالتها الطبيعية. ده أمر مهم جدا. يمكن شفنا جهازين طبعا كان
بناء على طبعا طلب الطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي يمكن اتكلمت معاه طبعا قبل الهوا، واكد قال لي جهازين مميزين جدا بيستعملهم ميسي، بيستعملهم رونالدو، بيستعملهم لاعبين كبار ومتواجدين معاهم في البيوت، لكن توفيره للنادي الاهلي بقيمته الكبيره، وهيكون كمان متواجد في كاس العالم، لان انت عارف طبعا يعني مع الفقاعه ومع الامر اللي هناك ده لابد ان انت تكون جاهز من كل شيء، لعيبه النادي الاهلي يكون عليها ريكفري مميز جدا، يعني كل الامور دي بتساعد النادي الاهلي في التاهيل وفي استعاده طبعا العضله والريكفري بشكل كبير جدا، لكن جهازين مميزين جدا، يعني اقدر اقول لك جهازين كل اربع لعيبه ممكن يبقوا على جهاز، فيمكن الجهازين دول مبدئيا، لكن لسه كمان في عدد كبير من الاجهزه قادم للنادي الاهلي لانها تساعد بشكل كبير. ده دور كبير ودور مهم جدا سواء لبيتسو موسيماني او طبيب النادي الاهلي، وايضا كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد النهارده بيتابع تدريب فريق النادي الاهلي، احاديث طبعا مع بيتسو موسيماني، وكان حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كلها طبعا عن اهميه مباراه بيراميدز وتحضير كمان للسفر لفريق النادي الاهلي اللي خلاص تم تحديد السفر ان شاء الله يوم 29، وهيكون يوم 27 يا امير هي المسحه الطبيه بقى الخاصه بها السفر باذن الله ان شاء الله. يا رب نطمن الاول بس على المسحه الطبيه الخاصه بمباراه بيراميدز ولكل حدث حديث بقى ان شاء الله في كاس العالم ليها الانديه باذن الله. لكن الجهاز ده هيتم اصطحابه مع الفريق الى قطر او الجهازين دول بالتاكيد امير. الجهازين هيكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي في كاس العالم الانديه ان شاء الله يساعدوهم بشكل كبير جدا، جهازين مميزين. وبقول لك كمان لما يبقى في نجوم عالميه بتستقبل هذا الجهاز والطلب يكون كمان من النادي الاهلي وجهازه الطبي، فامر مهم جدا طبعا وامر يساعد لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه سواء في بطوله الدوري هيكون كمان متواجد معاهم في البطوله الافريقيه، لكن بدايته ان شاء الله باذن الله هتكون في كاس العالم للانديه بقطر باذن الله. طب كريم قلت لي ان الكابتن محمود الخطيب النهارده حضر المران، هل كان في اي جلسات ما بينه ما بين الجهاز الفني او اللاعبين او اجتماع او كلمات حاب يوجهها للاعبين قبل المباراه المقبله، ولا الامور كانت ماشيه ازاي؟ لا يعني اقدر اقول لك الاجتماع كان مع امير توفيق والكابتن سيد عبد الحفيظ في البدايه، طبعا كلها كانت امور خاصه بالترتيب للسفر خلال الايام القادمه، وايضا كمان بقى كان اجتماع مصغر مع بيتسو موسيماني، احاديث طبعا كالعاده من الكابتن محمود الخطيب على اهميه المرحله القادمه وايضا كمان مباراه بيراميدز، لكن واضح امير التركيز كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي ومن بيتسو موسيماني بالتحديد، الراجل يمكن على طول بيتكلم على اهميه المرحله، لكن انت عارف ظروف المباراه، مباراه بيراميدز بالتحديد محتاجه جهد كبير جدا، محتاجه ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه باقصى درجات التركيز في هذه المباراة. جمهور النادي الأهلي كل مرة بنأكد على مساندته الكبيرة، يا رب إن شاء الله كل التوفيق يكون للنادي الأهلي في مباراته القادمة أمام بيراميدز يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بإذن الله. كريم أنا بشكرك في الحقيقة شكرا جزيلا على هذا المجهود الوافر وهذه المداخلة الهامة جدا، زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي المميز واللي كان معانا على الهواء مباشرة من استاد مختار التتش، واتكلم معانا عن كل التفاصيل اللي بتتعلق ببداية استعدادات النادي الأهلي للمباراة بعد غد، مباراة بيراميدز، هذه المباراة الهامة. مهم قوي جدا 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 انك تحاول تركز بالشكل المطلوب، انت كل مباراة بتبقى واخدها ان انت عايز تكسب، ده امر طبيعي ما فيش نقاش فيه يعني، لكن في كل الاحوال انت بتلعب فرقة قوية، فرقة كبيرة فيها عناصر مميزة، مهم قوي ان انت تركز في هذه المباراة على النتيجة دون النظر لأي أمور أخرى قد تعطل من مسيرة النادي الأهلي، قد تعرقل أداء النادي الأهلي في مباراة بيراميدز. هي مباراة زيها زي أي مباراة، لازم نكون مركزين على الجزئية دي بشكل كويس جدا، في نفس الوقت أنت بتبقى حريص أشد الحرص على أنك تحافظ على صدارة الدوري اللي أنت تحتلها حتى الآن، وخصوصا قبل ما تسافر لكأس العالم الأندية هيبقى ليك بعض المباريات المؤجلة، فبالتالي ممكن المنافسين أن هم يتصدروا البطولة لكن هيبقوا متصدرينها بشكل مؤقت، فده هيديك أريحية بشكل كبير جدا أن أنت هيكون عندك عدد من المباريات المؤجلة في حالة فوز بيها هتكون بتعود للصدارة بالشكل الطبيعي ومنطقي جدا واللي متعود عليه دايما جمهور النادي الأهلي. لكن برضو اللي عايز أكد عليه ان احنا كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، كلنا ثقه في الجهاز الفني في الحقيقه، واللي قدم مباراه جيده جدا امام المقاولون العرب، يعني الشوط الاول ما كناش حلوين او ما كناش موفقين بشكل كبير، لكن الشوط الثاني شفنا الاهلي بشكل مميز وقدر ان هو يحرز 3 اهداف في مباراه المقاولين، ومن خلالها قدر ان هو يحصد 3 نقاط، وبالتالي مهم جدا ان انت تواصل هذه الانتصارات. مستر بيتسو موسيماني والمحاضرات المطولة بالنسبة له بتبقى مهمة، وده اللي استشفيناه برضو من كلام زميلنا العزيز كريم أحمد، إن الراجل النهاردة كان عنده محاضرة مع اللاعبين حوالي 40 دقيقة قبل بداية المران، وده بيبقى أمر مهم، ومحاضرات سواء نظرية أو محاضرات بتتعلق بعرض بعض لقطات الفيديو للفريق المنافس بتبقى أمور غاية في الأهمية بيركز عليها دايما مستر بيتسو موسيماني عشان يحاول يقف على كل كبيرة وصغيرة، يحفز اللاعبين واجباتهم
المطلوبه في كل مباراه على حده. فبالتالي ان شاء الله باذن الله عندنا قوام مميز جدا، عندنا لاعبين اكثر من رائعين، وان شاء الله الرجاله يقدروا يجيبوا لنا 3 نقاط في ملعب بيراميدز في هذه المباراه القويه والصعبه جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. لسه اخبرنا عن النادي الاهلي ما خلصتش، لكن هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الترند النهارده. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه غايه في الاهميه النهارده في كاس العالم لكره اليد والبطوله الهامه التي تقام على اراضينا هنا في مصر، واللي في الحقيقه ناجحه على الصعيدين، سواء الصعيد التنظيمي اكثر من رائع في الحقيقه، وكمان على الصعيد الفني مباريات كلها قويه جدا ومثيره بشكل كبير. بالتالي مباراه مصر النهارده مع سلوفينيا هي مباراه حاسمه وفاصله في مشوار منتخبنا الوطني. باذن الله يكونوا موفقين على اقل تقدير ان هم يتعادلوا في هذه المباراه، خصوصا ان انت هتقابل سلوفينيا منتخب قوي ورخم بلغه الكوره عامه، يعني اي لعبه كده ممكن تقابل منتخب يكون رخم او فريق رخم ممكن طريقه لعبه تعطلك شويه، تبقى مباراه صعبه في كل الاحوال. لكن بالتالي خلينا نروح لمداخله مهمه جدا عشان نطمن من خلالها على اخر استعدادات وترتيبات المنتخب النهارده قبل المباراه اللي هتنطلق في تمام الساعه 7 مساء. مداخله هامه مع الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد في مصر. يا كابتن هشام منورنا ومشرفنا، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. طبعا في البدايه حابب اتكلم مع حضرتك عن الجوانب التنظيميه الخاصه بالبطوله بشكل عام، وعايز اشيد كل الاشاده بالتنظيم الاكثر من رائع، كل مؤسسات الدوله في الحقيقه، وكمان الاتحاد المصري لكره اليد واللجنه المنظمه، مجهود وافر وملحوظ بشكل كبير جدا لكل المصريين، فعايز ابارك لحضرتك على هذا التنظيم الاكثر من رائع. الله يبارك في حضرتك. كل يوم بيعدي بيبقى بنسجل جزء كبير من منظومة عمل رائعة. كل الناس بصراحة بذلت مجهود كبير جدا في الناحية التنظيمية، الدولة بصراحة ما تأخرتش معانا على أي دعم. الحمد لله هانت، الأيام بتجري بسرعة جدا يعني، لكن الناس كلها في منتهى السعادة، حتى لو كان في الأول في شوية ملاحظات طبيعية في الأمور التنظيمية بيتم تلافيها في وقتها، والحمد لله اعتقد التقارير اللي جايه من البعثات كلها اكثر من رائعه الحمد لله. هو في الحقيقه كمان كان تحدي كبير قوي ان يتم استضافه البطوله في ظل هذه الظروف المعروفه للجميع واللي بيمر بها العالم اجمع في الحقيقه، وهي يعني مكافحه ومواجهه فيروس كورونا المتفشي، وكان تحدي كبير بالنسبه لنا ان احنا نقدر، ومسؤوليه كمان متضاعفه ان احنا نقدر ننظم هذه البطوله في ظل هذه الظروف الصعبه يا فندم. هو ده التميز بالظبط. كل الناس اخذت طريق الالغاء او بالزبط. ترحيل البطولات، لكن انت لما تتصدى لهذا الوباء وتقول ان ترسل رساله للعالم كله لا بد ان الحياه ان تستمر، لكن تستمر مع احترازات طبيه ومع اجراءات قويه وعنيفه، لكن في سبيل ان الحياه تستمر خدنا التجربه ديت الحمد لله، واعتقد لحد وقتنا هذا مكتوب لها النجاح، ويا رب تتم على خير ان شاء الله، علشان تبقى فتحه خير بقى على كل دول العالم انها تقدر بطولات زي ما مصر عملتها ان شاء الله باذن الله، واحنا كلنا ثقه في نجاح البطوله حتى اخر مباراه فيها باذن الله. لكن انا عايز اتكلم كمان على الصعيد الفني، وده الاهم بالنسبه لنا النهارده، خصوصا في ظل المنافسه الصعبه جدا في المجموعه الحاليه بالنسبه لمنتخبنا الوطني، وكمان في ظل السعي لتاهل لدور الثمانيه. مباراه اليوم امام سلوفينيا مباراه غايه في الصعوبه، فانا عايز اطمن من خلال حضرتك، وحضرتك دايما اكيد بتبقى يعني مع المنتخب لحظه بلحظه، اخر استعدادات المنتخب ومدى جاهزيه لاعبينا للمواجهه الحاسمه اليوم امام سلوفينيا. بصراحه الحمد لله الولاد عندهم استقرار نفسي كويس، وعندهم حماس شديد علشان يقولوا نقتنش الفرصه المتاحه ليهم على ارضهم ان يقدروا يكتبوا تاريخ جديد لكره اليد. يا رب نعدي من عنق الزجاجه اليوم، مباراه غايه في الاهميه، مجموعه من اصعب المجموعات اللي موجوده في كاس العالم طبعا، 4 فرق من نفس المجموعه ليها فرصه الصعود للدور الثمانيه، مباراتين حاسمتين اليوم، المباراه بتاعتنا والمباراه اللي بعدينا، علشان يحدد مين في اخر لحظه الفرق اللي هتصعد وترتيبها ايه. الولاد عندهم حماسه قويه،
ويتبقى بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله نكون موفقين، لكن انا عايز اطمن بالتحديد على نجمنا علي زينو اللي كان تعرض لاصابه في المباراه السابقه، مدى جاهزيه علي لمباراه اليوم، وخصوصا ان هو احد العناصر الهامه جدا جدا في منتخبنا الوطني. علي زين الحمد لله طمنا عليه، اكيد في اصابه بسيطه لكن مش هتمنعه من اللعب، خصوصا انها في ايده الشمال، لكن هو جاهز وهيلعب بنفس الروح ان شاء الله. ان شاء الله، ويعني الحمد لله ان الفريق متكامل. طيب تقييم حضرتك، بما ان حضرتك طبعا رئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد وكمان رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، تقييم حضرتك لاداء منتخبنا على مدار مباريات البطوله حتى الان، هل في حاله رضا عن اداء المنتخب ولا لا من خلال نظرتك طبعا الفنيه؟ هو المباراه الاولى انا شخصيا حتى يعني وجهت لهم شويه اللوم رغم الفوز. عايز اقول لحضرتك ان انا رايي الشخصي الفني هاندبول يعني افضل مباراه اتعملت لغايه دلوقتي هي المباراه الشوط الاولاني بتاع المباراه اللي خسرناها مع السويد. كانت فعلا من ناحيه الهاندبول فنيا حاجه ولا اروع فعلا. لكن الحمد لله تعدينا موضوع الخساره ده وادينا مباراتين قدام روسيا وبيلاروسيا اكثر من رائعين. يا رب يثبتهم ان شاء الله ويأدوا نفس الاداء ده في مباراه النهارده ويتكتب لنا الفوز ان شاء الله. طيب التمنيات والطموحات واصله لحد فين في البطوله؟ باذن الله عقب مباراه اليوم ان شاء الله يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني، لكن طموحات حضرتك وتمنيات حضرتك ممكن تكون واصله لحد فين بمنتخبنا الوطني في هذه البطوله؟ انا شخصيا بحب امشي خطوه خطوه. حلو. اعدي الخطوه النهارده وبعدين نشوف النقطه اللي بعديها وهكذا. ما بحبش اقول يعني اماني وتمنيات ماشي. وبعدين يعني الواحد يتصدم بارض الواقع، لكن بنمشي خطوه خطوه ولحد دلوقتي الامور ماشيه يعني الحمد لله على ناحيه كويس. تمام. طيب من خلال متابعه حضرتك للبطوله اكيد بشكل كامل، من وجهه نظر حضرتك الفنيه شايف مين اهم واقوى وابرز منتخب في البطوله حتى الان؟ هو في ثلاث منتخبات بصراحه على اعلى مستوى دلوقتي هم اللي لافتين نظري، الدنمارك طبعا وفرنسا والنرويج. الثلاث منتخبات دول مستوى عالي جدا. تمام. واتوقع ان دول هيبقوا موجودين في المربع الذهبي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اخيرا قبل مباراه اليوم، هل كان في اي جلسات عقدت مع اللاعبين لتحفيزهم للشد من ازرهم قبل المباراه الحاسمه النهارده؟ اكيد اكيد. ده كل يوم في جلسات وفي محاضرات وفي فيديوهات، ولا الموضوع كبير يعني طبعا. التجهيز النفسي والتجهيز الفني ده بيبقى كذا خطوه، والحمد لله الاولاد معاهم دلوقتي كمان مدير المنتخبات القوميه كابتن علاء السيد وقايم بدور كبير معاهم، ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يا كابتن هشام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم في مصر لكره اليد، ومجهود كبير جدا طبعا بيبذلوه لانجاح هذا المحفل العالمي في الحقيقه وهذه البطوله الهامه جدا، وكمان يهمنا قوي نجاحها على المستوى الفني من خلال كمان منتخبنا الوطني ان هو يكمل مسيرته في هذه البطوله. لحد دلوقتي احنا ماشيين بشكل جيد، ان شاء الله نكون موفقين في الاستمرار بشكل افضل كمان ونوصل لمراحل متقدمه. فبنشكر طبعا الكابتن هشام نصر شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الفقرات في حلقه الترند النهارده، استنوا يلا بينا. اخر اخبار الاهلي على السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي، وبالتالي امور اكيد غايه في الاهميه بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي، و يعني اخبار مهمه، وبالتحديد انا عايز اركز على الكلام عن مباراه بيراميدز لان هي المقبله دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي. المباراه اللي جايه على طول هي مباراه بيراميدز، فكل الاستعدادات اللي بتتعلق بالنادي الاهلي بخصوص هذه المباراه لازم نكون متابعينها لحظه بلحظه ونتابع ونطمن جماهير النادي الاهلي بخصوصها. لكن هنا في الاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر وبيتكلموا بيقولوا ان الشناوي وبانون يعودان لتشكيل الاهلي الاساسي امام بيراميدز. محمد الشناوي اكيد هيكون متواجد في تشكيله النادي الاهلي باذن الله في المباراه المقبله بعد انتهاء ايقافه. بدر بانون بعد معاناته من نزله برد كانت خفيفه، خلاص اللاعب بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، اطمننا النهارده ان هو يعني خاض التدريبات كلها بكل فقراتها بجاهزيه كامله وتم جدا، فبالتالي هيكون ان شاء الله كمان لائق لخوض هذه المباراه الهامه امام بيراميدز بعد بكره باذن الله تعالى. اثنين عنصرين مهمين قوي قوي رجحوا كفه النادي الاهلي ان شاء الله. خلينا كمان نروح لخبر اخر من المصري اليوم، والكلام عن موسيماني وان هو بيدرس اجراء
تغييرات في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز. ده أمر يعني اجتهاد من قبل الزملاء في المصري اليوم واللي نشروه طبعا على حسابهم على تويتر. أكيد مستر موسيماني ليه بعض الحسابات والرؤى الخاصة بخصوص هذه المواجهة تحديدا، كيفية مواجهة بيراميدز، كيفية التغلب على هذا الفريق القوي والعنيد. ممكن نلاقي تغييرات في التشكيل ربما، خصوصا ان انت عندك عمرو السوليه خلاص ابتدى يخش في المباريات بشكل جيد بعد ما شارك في مباراه المقاولين وساهم في الانتصار. عندك كمان عوده بدر بنون، تواجد الشناوي، يعني ممكن نلاقي بعض الامور وتاكتكس ممكن يكون مختلف لمستر بيتسو موسيماني في هذه المباراه تحديدا. لكن خلينا ننتظر ونتابع، ده امر متروك، امر فني متروك لموسيماني واللي بنثق فيه بشكل كبير جدا. خلينا كمان نروح لخبر مهم من الوطن سبورت وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا فيه ايه؟ بيقولوا ان هم تواصلوا مع مصدر بلجنه الحكام وقال لهم ان طاقم تحكيم مصري لاداره مباراه الاهلي وبيراميدز في بطوله الدوري. احنا عارفين ان نادي بيراميدز كان طلب ان هو يستقطب حكام اجانب لهذه المواجهه، وهو كان شايف ان الانسب مباراه الاهلي وبيراميدز ان هي يديرها حكام اجانب مش حكام مصريين، وجهه نظرهم وحقهم تماما ان هم يطلبوا امر خاص بهم. لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي اكدوا واصروا على ان تكون مباريات القمة ما بين الاهلي والزمالك فقط لا غير يديرها حكام اجانب وليس حكام مصريين. بالتالي اللي هيدير مباراة بعد غد باذن الله تعالى هيكون طاقم تحكيم مصري بالكامل. بالمناسبة نتمنى للطاقم اللي هيدير هذه المباراة كل التوفيق، ونتمنى ليه كل التركيز، لان في الحقيقه التركيز قليل قوي عند حكامنا، واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي كتير جدا، التركيز بيبقى قليل سواء حكم ساحه حكم فار. معرفش يعني هم لسه مش مدركين كيفيه التعامل مع التقنيه، مش مدركين مدى اهميه العوده لتقنيه الفار في بعض الحالات المهمه. معرفش ايه اللي ناقصهم في الحته دي تحديدا، لكن نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله تعالى في إدارة مباراة بيراميدز وفي مختلف المباريات كمان. بالتالي حساب المصري اليوم الرسمي على تويتر بيتكلموا وبيقولوا إن في مفاضلة، أو عفوا اليوم السابع مش المصري، اليوم حسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا إن في مفاضلة بين جهاد جريشة ومحمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز. اثنين حكام كبار، ما فيش خلاف على الجزئية دي تحديدا. هنشوف هيتم الاستقرار على مين في حالة يعني الاسمين دول بس هم الاختيار ما بينهم لإدارة هذه المباراة. لكن الأهم برضو واللي لازم نركز عليه ان لازم يكون طاقم تحكيم دولي، ما نلاقيش حكم كان حكم كرة صلاة مثلا مش حكم دولي. مع كامل الاحترام والتقدير لكل الحكام في الحقيقة، ما نلاقيش حكم كرة شاطئية جاي يحكم مباراة كبيرة زي دي او اي مباراة في بطولة الدوري، خصوصا المباريات الحاسمة والتقيلة اللي زي دي. فاحنا عايزين طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ويكون طاقم تحكيم عادل للفرقتين، وباذن الله الاهلي يكون افضل ويكسب هذه المباراه. هنتابع ونشوف. دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. هروح لفاصل سريع وبعديه نرجع لاخر فقرات الترند النهارده. يلا. طيب سؤال حلقتنا النهارده، كانت توقعات حضراتكم لمواجهه اليوم الهامه لمنتخبنا الوطني لكره اليد امام سلوفينيا، وكيف تتوقعوا نتيجه هذه المباراه وبتشوفوها ازاي؟ وكان تواصل حضراتكم معانا من خلال الصفحات المختلفه لقناه النادي الاهلي على السوشيال ميديا. نبتدي بايمان ميمش، واللي بتقول الفريق ما شاء الله عنده روح عاليه جدا وده سر فوزه، وان شاء الله مستمر في انتصاراته باذن الله. ادهم عبد العزيز قال اتوقع فوز مصر على سلوفينيا بصعوبه بفارق هدف او هدفين، المهم نكسب يا ادهم. فارس ابو العينين قال ان شاء الله فوز، او ان شاء الله فوز مصر وتتصدر المجموعه باذن الله. التوفيق لرجالتنا النهارده اللي بيأدوا بشكل ممتاز في الحقيقه في البطوله حتى الان، لكن المراحل الحاسمه دي هي الاهم. المباريات اللي زي دي هي اللي باذن الله تأهلك وتوديك للادوار المقبله. خلينا نروح لمصطفى كرم واللي قال اتوقع ان شاء الله من وجهه نظري فوز منتخب مصر 27-24. اعتقد التوقعات بخصوص النتائج في كره اليد صعبه قوي يعني في الحقيقه، بس ماشي يا مصطفى. خلينا نروح لاحمد سعيد واللي قال مصر ان شاء الله تقدر تفوز. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. المباراه الساعه 7 بالليل باذن الله، مباراه مهمه. في المقابل منتخب السويد ايضا بيلعب مباراه هتكون هامه جدا مع الاتحاد الروسي، ففي كل الاحوال احنا عايزين مجموع المباراتين كده يؤهل منتخبنا الوطني لدور الثمانيه. عندك فرصتين تفوز
او تتعادل، هتتاهل اول او ثاني، المهم ان انت هتتاهل ان شاء الله، يكونوا موفقين النهارده كلنا ثقه فيهم. دي كانت حلقتنا من الترند النهارده، ليس لدينا الجديد، وغدا كل المزيد في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا، الى اللقاء.